مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين. حفل فني ساهر على مسرح آخر النهار، ليلة طربية فنية غنائية مبدعة. أزعم أن أنا بهادي النهاردة حضراتكم بهدية جميلة، هي وحشتني جدا وأنا متأكد أنها وحشاكم جدا جدا جدا. زمن الفن اللي بجد، وزمن الطرب اللي بجد، وزمن الغنى اللي بجد، وزمن الكلام والموسيقى اللي بجد. وقولوا كل حاجة حلوة بعديها كلمة بجد. معانا النهاردة الفنان الكبير وصاحب الحنجرة الذهبية الطربية والصديق العزيز، واحد من يعني نجوم موسيقى في الوطن العربي مش بس في مصر، فنان الكبير حلمي عبدائي. مشرفني ومنورني حبيبي، ربنا يخليك، ومتشكر جدا على المقدمة الجميلة دي. لا تستحقها، وانت واحد بجد من الناس المحترمة اللي عملت غنى محترم وفن محترم، ويمكن جيلي والأجيال اللي قبلي واللي بعدي طول الوقت فاكرين حلمي بأنه عمل المحترم بس، وفي زمن اللا محترم بعد حلمي. بعد مشرف ومنور يا جميل. ربنا يخليك استاذ تامر. طبعا يعني لا يغيب ان انا احيي زملائنا واصدقائنا الاعزاء اعضاء الفرقه الموسيقيه اللي مشرفين ومنورين، وهيشارك الاستاذ حلمي في الليله الطربيه. هندردش الاول شويه كده، وبعدين الاساتذه الموسيقيين هيمتعونا على آلاتهم مع صوت الاستاذ حلمي في سهره زي فنيه. وانا قلت لكم النهارده انا بهديكم بهديه عشان تجلجلوا وتتسلطنوا ودنا تبتدي ترجع كده للحاجات الحلوة بتاعت زمان اللي وحشتنا. خش في الجد بينا. انت فين يا ريس؟ انا دلوقتي يعني بدأت ابقى موجود كويس. يعني قعدت فترة كبيرة يعني شبه مختفي تقريبا، يعني مظبوط. يعني حاجات كتير قوي، يعني حسيت ان في متناقضات كتير قوي، وحسيت ان انا مش حاسس ان الدنيا لطيفه زي ما كنا في التسعينات. تمام. حسيت باحباطات كتير قوي، وحسيت ان انا يعني مش قادر امشي في الموجه السايده. فقررت ان انا اتوقف شويه عشان اعيد حساباتي واعيد يعني انا عايز احافظ على نجاحاتي اللي أنا حققتها مع الجمهور الجميل. فبقيت يعني بس طولت طول يعني شوية، فتحت منك شوية، فتحت مني. هي بص يا أستاذ حلمي، يعني الموقف اللي أنت خدته الحقيقة في مجموعة أخرى من الفنانين خدوه، وزي ما أنت قلت كده في منتصف التسعينيات أو في آخر التسعينيات لما حصل الموجة الجديدة والحالة الجديدة الغنائية اللي دخل فيها بقى مش الفن الشعبي لكن الفن الشعبي المبتذل شوية، مع بداية المهرجانات مع بداية الكذا، في مجموعة من الفنانين اللي بجد عملوا موقفك. بس الحقيقة أنا لو سألتني عن رأيي أنا الحقيقة بعتب عليكم، لأنه هذا الانسحاب فضى الساحة ليهم. طبعا يعني احنا تعلمنا طول الوقت أن العملة الجيدة هي اللي بتطرد العملة السيئة من السوق. فانسحابك وانسحاب الآخرين ورفضك ورفض الآخرين موقف يحترم، بس في النهاية أنتوا قعدتوا في البيت وسبتوا الساحة بس، وسبتوا ودنا لهذه العملة اللي مش تمام، فبقت هي السائدة، والناس للأسف ذوقها ابتدى يمشي على الموجة دي. بالظبط. فبصراحة يعني لازم ألومك. أنا شخصيا يعني مش عايز أقول ندمان، يعني إنما اللي رجعني الناس. يعني حتى قعدت فترة كبيرة في الإمارات كان الناس متوقفين عند الجيل بتاعنا. صح. فيعني كانوا يقابلوني فين الأغاني، فين ذكريات، فين عشان خطري، فين مع السلامة، فين الطرب ده يا أستاذ حلمي، فين نفس الكلام لما جيت يعني رجعت تاني من السفر والناس قابلتني. هو ده اللي اداني الباور قوي وعملولي سبورت جامد قوي ان انا ارجع. صحيح. واقول لا انا ماليش حاجة في دنيتي، ما اعرفش اي حاجة في دنيتي غير المزيكا والغنى. صح. فقررت ان انا اعيد حلمي عبد الباقي تاني ان شاء الله، وباذن الله يبقى احسن من الاول. انا متاكد لانه البيز موجود والاساس موجود. وخد بالك احنا لما بنحضر حفلات او حتى افراح او كذا، الناس حتى الشباب الجديد، عشان ما نبقاش بتهمهم بس ان ذوقهم وحش، الشباب الجديد لما الاغاني الحلوه بتاعت زمان بتتعزف او بتتعرض انسجامهم معاها اكتر. انا عايز اقول لهم بتروح لها اكتر. عايز اقول لحضرتك ان في شريحة كبيرة جدا من الشباب بيتذوقوا الفن القديم وده شيء بيسعدني جدا. يعني انا بيتواصل معايا ناس كتير قوي شباب
في العشرينات والخمسة وعشرين وأنا بدأت أنزل الأغاني بتاعتي على اليوتيوب اللي هي القديمة وكده. فبدأ في تفاعل كويس قوي مع الـ مع الـ مع الشريحة بتاعت الشباب دي. ده شيء أسعدني جدا يعني. صح. معنى ذلك اللي حضرتك بتقوله، لو في شغل كويس وفي حاجة تحترم أكيد مليون في المية. مليون في المية بالظبط. لما أنا بغمض عناية كده وارجع، مش عارف طبعا هو الشباب دلوقتي بتوع اليومين دول هيضحكوا علينا، علشان بقول الله يرحم ايام شريط الكاسيت. طبعا يعني انا عارف ان في طريقه للدجة دلوقتي على الكلمتين دول، بس بعيدا عن التطور والعصر والتكنولوجيا وكذا، بس ما كان في شريط كاسيت كان له احترامه، وكان الفنان بيعرف يعمل الفن بتاعه، سواء الفنان او الملحن او المطرب او حتى المنتج والموزع، بتعملوا عمل فني متكامل، وكان بياخد احترامه، وكان فيه يبقى فيه حتى انا بحترم العمل ده، ان انا بنزل واشتريه كان ب4 جنيه ولا 5 جنيه ولا 6 جنيه ولا 8 جنيه الشريط ولا بتاع، وحتى لما كان وصلنا للسي دي. دلوقتي بقى في زمن النت والابلكيشنز والمش عارف الايه، انا حاسس انه الموضوع مسخ يعني، ما بقاش يعني فيه قيمه للفن. بتوصلك الـ الحاجه لغايه بيتك، فانت ما او ما مش عارف ما الفن يا بيه. الاغنيه دلوقتي بقت ترندات بالظبط. الفن بقى رينج تونز ونغمات، يعني بقت سبوبه اكتر منها عمل فني له احترام. احنا بنتكلم على الشريط الكاسيت يا استاذ تامر، احنا الاول كنا بنقدم الكلام للمصنفات الفنيه. ايوه. وبعدين المصنفات الفنيه تجيزه، وبعدين نغنيه، وبعدين يرجعوا تاني يعملوا مراجعه على الغناء، منتج النهائي. يعني بجد كان في حاجه اسمها رقابه بجد. مظبوط. رقابه على الكلام ورقابه على الغناء، ممكن بعد ما تخلص تغير في الكلام، فكانوا بيراجعوا تاني وتالت ورابع وخامس. صح. ولذلك تلاقي الفتره دي كانت فتره محترمه جدا، بتحترم المستمع وبتحترم المشاهد. حتى الكليبات في الفتره دي كانت برضو كليبات. صح. محترمه جدا. مظبوط. ويعني فعلا شريط الكاسيت ده كان حاجه جميله. وعايز اقول لحضرتك احنا لما كنا بنبيع 100,000 و150,000 يقول لك ده الشريط ده ما نجحش. صح. يعني فعلا. صح. يعني عندك حق. يعني عندك حق. دلوقتي يعني اكبر حد بيبيع 5,000 نسخه يعني. مظبوط. لانه بيوصل عن طريق النت لكل. صح. بينزل في ليلتها على النت قبل ما السي دي ولا في ليلتها، ده في ساعتها او في ساعتها. صحيح. صحيح. اه. فكره الغنى اختلف، يعني في حاجه اسمها ان الغنى اختلف او الياته اختلفت او الصوت لازم يتغير، فكره الطرب خلاص دي موجه وراحت عليها، ودلوقتي لازم الايقاع، يعني العصر بيختلف فيه الموهبه والفن، ولا هو يعني مقياس واحد واحنا اللي بنمشي تبع الموجه؟ احنا مشكلتنا دلوقتي، او انا في الفترات الاخيره جدا، انا طبعا حتى في الفتره اللي كنت متوقف فيها كنت بتابع يعني. تمام. بجد ان كل ما هو مسف او كل ما هو حاجه شاذه او كل ما هو مش طبيعي الاقيه بينجح جدا. صح. مش بينجح فنيا، بينجح يعني ينتشر فيوز بقى. بينتشر. وبينتشر وكده وحاجات. دلوقتي المقياس كده يقول لك انا الكليبايه يقول لك الكليبايه اللي انا نزلتها عملت مليون مشاهده. بالزبط. عملت 2 مليون مشاهده. عملت مش عارف كذا. فبقت، عشان كده بقول لك انا حاسس ان قيمه الفن ما بقتش موجوده، بقت المتاجره بيها اكبر. يقول لك انا عملت مشاهدات قد ايه، انا عملت فلوس من ورا الرنات والرينج تونز قد ايه. بالظبط. ف يعني حاجه حلوه ان انت تقرر ان انت ترجع، والناس تانية اصحاب الاصوات الحلوه ترجع، بس احنا ازاي نرجع الحقيقه، ازاي نرجع الفن الى انه يبقى فن مش متاجره ولا سبوبه؟ احنا لازم يعني في وسط الموجه الفظيعه اللي انا طبعا انا اسف المقاطعه، انا بسال الاستاذ حلمي دلوقتي باعتباره طبعا قيمه فنيه، بس كمان انا شيطان شويه، ما هو في النقابه، فالاستاذ حلمي عضو مجلس نقابه المهن الموسيقيه، فلما بساله لانه هو في جهه سلطه، المفروض اول ادوار النقابه غير بقى المساعدات للساده الموسيقيين والرحلات الحج والعمره والحاجات دي، اول حاجه موجوده كده في ميثاق النقابه هو حمايه الفن. طبعا. فدورك باختبار بقى فنان انت مسؤول في النقابه، دوركم هو حمايه الفن. طبعا. فقول لي ازاي ممكن نفكر نرجع الفن لقيمته واحترامه. انا شايف من وجهه نظري يعني ان الاصوات اللي تراجعت، اللي زيي وزي غيري، يجتهد جدا انه يعمل فن جيد. وانا واثق جدا في ذوق الشعب المصري، انه لما هيجد
مش عايز اقول سلعه يعني، انه لما هيجد فن لا ليه محترم، سلعه ما هو في النهايه في السوق دي سلعه فنيه جيده. لما هيجد ان في فن محترم الدفه هتختلف جدا وهتروح للمحترم، انا متاكد من صحيح. كده صحيح. وده يعني في الاتجاه الثاني كمان، ان انا كنقابه ان انا احاول امنع السيء والمبتذل وكل الدخلاء على المهنه. في مشكله يا استاذ تامر، يعني احنا بنعاني منها جدا كنقابه موسيقيين. اتفضل. انك تيجي تمنع كل ما هو مسف، فتلاقي الناس، في ناس طبعا ترحب بده جدا وكويس ونضفوا لنا ودنا والحكايه، وفي ناس تقول لك طب ما تسيبوهم يسترزقوا ياكلوا عيش وكده. فبقيت انت في حيره، تمنع هتتهاجم، ما تمنعش هتتهاجم، ففي الاخر لا يصح الا الصحيح. صحيح. انا في رايي بص، ما فيش حد في موقع مسؤوليه يا استاذ حلمي الا وهينتقد لو خد اي قرار. عمر ما في قرار في الدنيا هيعجب كل الناس زي القاضي. بالظبط. القاضي بيحكم حكم في طرف بيتضايق وطرف بينبسط. بالظبط بالظبط. ففي النهايه انت في موقع مسؤوليتك انت والساده الاساتذه طبعا كلكم في النقابه، عليكم مهمه ولازم نتذكركم بكل خير. لما تمشوا من النقابه نقول المجلس ده عمل حاجه طبعا، غير في مسار الموسيقى. طبعا. حمى الفن بجد، حمى الفنانين اللي بجد، واخرج الدخلاء على المهنه. وهو ربنا ما خلقش رزق غير في الموسيقى؟ لا طبعا. فهو ربنا خلق رزق الموسيقى للموسيقيين وللموهوبين وللفنانين. بالظبط. اللي عايز يسترزق وما عندوش الموهبه دي يروح يسترزق في مجال تاني. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا لما دخلت اختبار الاذاعه والتلفزيون كان مين اللجنه؟ الاستاذ محمد الموجي. خبر ربي، ده لوحده كفايه خلاص ما كملش. لا ده في بقى الاستاذ محمود كامل، يا نهار ابيض، استاذ جرانه. فعايز اقول لحضرتك ايه، انا لهم فطاحل اللي هو انت يعني انا مش قادر اقف على رجلي اصلا من الاسماء الموجوده. صح. فغني، ف يعني اسمك ايه؟ حلمي عبد الباقي. غني. فاول مره انا يعني فشلت. يعني انا جاي من الزقازيق، عايز يعني عايز اعمل حاجه لنفسي كويس. عايز قررت ان انا اخوض الحكايه بعصاميه جدا. لا وطبعا المقياس عندهم في اللجنه كان اكيد يعني عالي جدا طبعا. طبعا. فمن لما جيت اغني في اول نوته كده فسكت، قالوا لي انت سكت ليه؟ قلت لهم انا حسيت ان انا خرجت. فده اللي خلاهم يدوني فرصه تانية، ان انا يعني حلو. كويس ان لسه حد مبتدئ بيعرف ان هو خرج من التوناليتي اللي بيغني فيه، فادوني فرصه تانية. فتاني مره قمت داخل بقى وقايل بقى، قلت يلا خش يا ابني، وقلت موال كويس قوي بتاع صباح فخري كويس، فوجست في اللجنه. لما تيجي دلوقتي تشوف يعني اي حد عايز يغني يعني. صح. انا يعني لو قال تات 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 خلاص انا بقيت مغني. مظبوط. يسمع نفسه، يا ريت يقول تات تات تات، يا ريت يا ريت يعرف. والله انا كنت قاعد في لجنه استماع في النقابه، يعني مش عايز اقول لك، سمعت طبعا ايه حاجات صعبه جدا. وبعدين بيعترضوا، يعني يعترض يقول لك ازاي انا ما نجحش وازاي انا مش عارف ايه. طب عشان الحق يقال، هل المقاييس بتاعتكم دلوقتي هي المقاييس بتاعت زمان، ولا انتوا مسهلينها شويه خالص وعارفين ان العصر اختلف؟ لا خالص خالص، اقل بكتير. ومع ذلك لا تعليق. لا تعليق. طب القرار اللي خدتوه، كنت معايا على التليفون من كام يوم على موضوع، مش بس حمو بيكا واخرين، المجلس النقابه قرر انه يمنحهم من الغنى. انت شايف حضرتك انه اولا القرار ده، لان في ناس لما سالتهم بعد القرار قالوا لي القرار ده حبر على ورق مش هيتطبق، لانه الناس بتغني وموجودين في افراح وموجودين في حفلات وبيغنوا في كليبات وموجودين على اليوتيوب وكذا، هتنفذوه ازاي؟ هو دلوقتي في اليات كتير للتنفيذ، بس حتى مهما زادت الاليات دي ومهما زاد الرقابه برضه هيحصل فيه حاجات انفلاتات اكيد يعني. انما على قدر المستطاع احنا بنحاول يعني بقدر الامكان نلم الحكايه يعني. على الاقل بتقولوا للناس الناس دول مش تبعنا، يعني احنا عملنا اللي علينا. وبعدين مش عايزين بقى الحكايه تخش في حاجات بقى وشرطه تروح وحاجات، يعني برضو موضوع صعب انك انت طبعا. بس ما برضو فين لازم يبقى في انضباط يعني. انا الحقيقه مع فكره الانضباط ده جدا، وانه الغنى غنى يعني. اصل هي فكره دلوقتي الاجهزه الحديثه اللي طلعت
اللي خلت اي حد يغني مجرد ان هو بس ده البتاع نفسه هو اللي بيغني بالظبط، ما اعرفش اسمه ايه اللي بيحطوه ده، الميكسر بقى اللي مع الاورج مع الحاجات الحديثه اللي عطوها، هو اللي بيطلع الصوت حتى مش المطرب بالظبط، يعني بيحطوا حاجه كده ما اعرفش ايه زي مونو تيب كده، والجهاز هو اللي بيطلع الصوت هو اللي ويلعب بيعمل كل حاجه. يعني اللي ماسك الجهاز ده هو اللي بيعمل كل حاجه. وقال لك انا عايز ابقى دي جي، مش دي جي، انا عايز ابقى دي جي. ف انا عارف ان الحاجات دي في الاحياء الشعبيه وبتاع بتبسط وبتعمل جو وحاجات من دي، بس هو يعني انا بس ليا يعني كومنت صغير يعني. في من ضمن الناس اللي بتغني مهرجانات في ممكن تبقى اصوات كويسه جدا، ممكن تلاقي بس انتقي الكلمه يعني. برافو عليك. يعني انتقي الكلمه وهو نفس الريتم اللي بتعمله مزيكا لطيفه الناس بترقص عليها والناس بتنبسط منها، طب انتقي الكلمه الدنيا هتبقى تمام. انت جدا انت عارف والله يعني مصداقا لكلامك انا متفق معاك 1000000%. انا من كام يوم متهيألي من 10 ايام اسبوعين كده طلعت هنا في البرنامج وقلت للمشاهدين انا سمعت امبارح بالصدفه سواق تاكسي سمعني اغنيه مهرجانات وعجبتني والولد صوته مش وحش، اغنيه اسمها عايم في بحر الغدر. تمام جدا. سمعتها؟ طبعا. سمعها لي كده في الاول ولقيت الدخله برضو يقول لك علي ميكس بيرحب بيكم، قلت انا هسمع مصيبه سودة. لقيت الاغنيه وابتديت قلت قال لي اوقف، قلت له لا كمل. تمام. وكملتها، الريتم بتاعها عجبني، كلام لطيف وفي معاني ومش عارف ايه، هو ده اللي بنقول ده مليان مش عارف كذا. اي نعم هي كئيبه وتخلي الناس كلها شكلها وحش، بس في النهايه مفيش لفظ ضايقني خارج ومفيش ابتذال ومفيش الفاظ خارجه والمزيكا حلوه، فيا اهلا بالنموذج بالزبط ده. بالظبط كده، ده اللي انا بقوله. يعني لو كل الناس اللي يعني فيها امل في الغنى يعني تقنن الحكايه، يعني يبقى الكلام يعني، لان دلوقتي النت بيدخل في كل حته. طب انتوا ينفع فعلا تفكروا في فكره شعبه المهرجانات دي؟ والله انا متهيألي ما اعرفش مين اللي غنى الاغنيه، بس ممكن يكون ده غناها شكل حلو اهو الدنيا لطيفه، ممكن يجي بالمقاييس بتاعت لجان الاستماع عندكم ممكن يسقط. لا لو هيقولوا له غني بقى ام كلثوم وعبد الوهاب. لا 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 مش شرط خالص، احنا يعني المهم انت بتعرف تغني، يعني مش شرط تقول ام كلثوم ولا عبد الوهاب ولا يعني انت بتيجي تغني حاجه. اصل ياخد بالك فيها ميزه يا استاذ حلمي، انه لو انا بفكر طبعا معاك والاستاذ هاني شاكر وحضراتكم في النقابه ادرى ومحترفين عني، انه اللي ما تعرفش تظبطه تقننه، بمعنى انه خلاص الغناء المهرج موجود ومش عارف امنعه تماما لانه موجود تقريبا في كل فرح دلوقتي، خصوصا تمام. في الافراح الشعبيه، ما بتكلمش على الفنادق الخمس نجوم. آه. فبدل ما اسيبه بقى بعيد عني ويبقى فيه الالفاظ المنيله والكلمات اللي يبقى تحت رقبتك، يبقى تحت رقبتي. تمام. يبقى انا عندي شعبه اسمها شعبه اغاني المهرجانات لازم فيها حد ادنى من الصوت اللي هو القدره على الغنى، والالفاظ والمعاني والكلمات بتعدي عليا عشان اوجزها. انا عايز اقول لحضرتك احنا كان في مجلس اللي فات ده، كان قبل قصه المشكله بتاعت حمو بيكا ده، الاستاذ هاني شاكر يا جماعه احنا فعلا عايزين نعمل حاجه نخلي الناس دي تبقى تحت رقبتنا ويبقى فنهم والله محترم وكده. تفكير سليم. جات القصه بقى ما انا خايف، بص ما اكدبش عليك، انا خايف برضو ان القرار اللي خدتوه يبقى انفعالي شويه. بص انا معاه يعني عشان ابقى واضح، انا مع القرار لان انا اي حاجه فيها تنفيذ للقانون وفيها محاوله ضبط اي حاجه عن الانفلات واي حاجه عن الاخلاق العامه والاداب العامه انا معاها 1000000%، حتى لو اتهاجمت. بس انا خوفي كله بس انه القرار يبقى مجلس النقابه خده، لانه بعد الفيديو اللي عمله حمو بيكا ب 48 ساعه، فاخشى انه يكون انفعال انتقامي اللي هو طالما انت هاجمتنا وشتمتنا وتجاوزت وبتاع، خايف بس يكون كده. لكن في رايي فكروا ازاي تضموا الناس دي اللي يصلح منهم ويبقى تحت عينينا. انت في عندك مشكله ايه هي؟ انت لو تراجعت ده هم خافوا، ده هم مش عارف. لا ليه انت ما تراجعتش؟ انت دلوقتي عامل القرار وهو صح والناس دي ممنوعه من الغناء لحد ما نقنن الاوضاع، وهنقعد ندرس ونجيب ناس موجوده تستعينوا متخصصين في المجال ده بتاع الديجيهات بقى والميكسرات ومهندسين صوت وبتاع يبقوا معاكم، وتعملوا قعده استماع كامله ايه المعايير الحد المينيمم اللي لازم يجاز بيه المطرب ده، او في حاجه فعلا اسمها تصريح دي جي وتصريح مطرب مهرجانات، وممكن من 15 اللي انتوا منعتوهم دول 10 منهم ما يرجعوش لان هم ما يصلحوش. بالظبط. بس اللي يصلح فيهم وهيغني كلمه حلوه ولحن حلو تمام جدا، بس هو ده انا قصدي عشان ما يبقاش القرار انفعالي
ويبقى يضر بمصلحه الفن. لا، لو 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 اي حد، مش دول بس، لو اي حد يجد في نفسه ان هو صوت يعني معقول ويغني كويس وهيحافظ على الذوق العام، اهلا وسهلا، ما فيش مشاكل. افتحوها شويه يا ريس، افتحوها شويه بس لما تهدوا كده وتنسوا الغلطه افتحوها شويه عشان ما يبقاش الكل اتاخد بذنب حمو. حمو ماشي. حمو يا حمو. طب بذكر الاستاذ حمو بقى، خلينا نسمع حاجه، نسمع حاجه تعيد للاذان وللفؤاد كده الفن الجميل. تعالى نقول ذكريات، شوف بقى تمتعنا بايه. عايز تقوم اريح لك؟ ماشي، طيب يلا بينا. يلا طبعا بينا. يا سلام، احنا عاملين المسرح بتاع اخر النهار كله ليك وللساده الموسيقيين. ذكريات شوق وحب وقلب حب، شوق وحب وقلب حب، وعمر عدى وعمري فات، عمري فات وانا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات، انا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات. مش اقوى من الزمن، كان لازم حد فينا هيدفع التمن، حبيبتي انتي وانا مش اقوى من الزمن، كان لازم حد فينا هيدفع التمن، انتي اديتي الامان وانا اللي قلبي خان، انتي اديتي الامان انا اللي قلبي خان، ايدي في النهايه قلبك كسر، وانا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات، قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات. ايام من عمرنا وسنين ضاعت هدر، حياتنا انا وانت كانت صراع ويا القدر، ايام من عمرنا وسنين ضاعت هدر، حياتنا انا وانت كانت صراع ويا القدر، انت مشيت الطريق ما بعتيش اي شيء، انت مشيت الطريق ما بعتيش اي شيء، ضحيتي وفي النهايه قلبك انت انكسر، وانا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات، قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، قلبي مش ناسيكي، وانا بندم عليكي، انا بعدك باختصار خلاص احساسي مات. الله 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 الله، لا راح فين؟ طيب زي ما انا ما صدقت. يلا لا 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 لا، خليك في مكانك. يلا
ذكريات دي سنه كام؟ في التسعينات. التسعينات اه خبر ابيض. شوف احنا بنتكلم في حاجه و20 سنه عدت عليها. وانا عايز اقول لك يا استاذ تامر ان ذكريات يعني كان في موجه في الفتره دي اغاني تحفه. صح صح اغاني تحفه. صح عندك حق عندك حق. وعايز اقول لحضرتك احنا كنا يعني كنا الحرف حتى كنا بنتكلم فيه. ما انا فاكر وقتها كنتوا انت والاساتذه النجوم في الجيل ده كنتوا بتبرزوا بعض بالاغاني. بالظبط. وكنت اقعد معاك تقول لي انا محروق قوي مش عارف فؤاد نزل اغنيه حلوه قوي ولا ايهاب توفيق نزل اغنيه انا هنزل اغنيه على كلكم بتعملوا كده. بس كان في والله كنا بنسمع شغل بعض والله. لا لا دي حاله حلوه دي غيره فنيه حلوه. احنا كنا بنسمع شغل بعض. انا عارف انا عارف والله. واقعد مع حد يقول لي ابن لذينه حلمي منزل حاجه جامده قوي انا هضربه بالمش عارف ايه. فكانت حاله الحياه رائعه. فكانت مبارزه فنيه كلكم بتطلعوا احسن ما عندكم طبعا. ف هترجع الايام الحلوه دي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. يلا نورت. نورت ايامي رجعت احلامي. نورت ايامي رجعت احلامي. غيرت لون وطعم وشكل الحياة. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 الله. جاب عينك في عيني حبيبي. الله جمع بينك وبيني حبيبي. الله جاب عينك في عيني حبيبي. الله جمع بينك وبيني حبيبي. نورت أيامي رجعت أحلامي. غيرت لون وطعم وشكل الحياة. كتب القدر تدخل حياتي.
حياتي ودنيتي، والنهارده يا عمري بس عمري ابتدى. الله 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 يا الله، الله 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 الله، الله 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 يا الله، الله 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 الله. شكرا. الله 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 الله. لا لا، بعد بعد الكلمتين الحلوين دول نطلع فاصل، نطلع فاصل عشان الأغنية تفضل شوية في ودننا كده، ونرجع نكمل حوارنا والحفلة الموسيقية للفنان الجميل حلمي عبباقي والفرقة الموسيقية اللي مشرفينا ومنورينا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، رجعنا بعد الفاصل ولسه مستمرين في السهره الفنيه الرائعه بصحبه الفنان الكبير حلمي عبد الباقي والفرقه الموسيقيه اللي مشرفينا ومنورينا. واعتقد الجزء الاولاني يقول لكم هتسمعوا ايه في الجزء الثاني ويعرفكم اللي مستنينا. بس انا عايز افتح مع الاستاذ حلمي ملف انا عارف انه يعني كل حضراتكم مهتمين بيه، وهو ملف الغنى الشعبي، الفن الشعبي. وزمان كان بيتقال على الغنى الشعبي ده انه غنى اللي هو الاقل من الغنى الكلاسيكي بتاع الفنانين المعروفين، وشويه بشويه الناس اكتشفت ان الفن الشعبي هو الفن اللي بجد، هو الكلمه اللي كل الناس بتحبها وكل الناس بتفهمها وكل الناس ممكن ترددها بعيدا عن الكلام الصعب بتاع مثلا قصائد ام كلثوم ولا عبد الوهاب ولا ما الى ذلك. فقول لي انت اتربيت ازاي على الفن الشعبي، وفي جيلكوا فهمتوه ازاي، ودلوقتي الفن الشعبي للاسف بقى مرتبط باغاني الترابات التي هو يعني اصلا كلمه شعبي، شعبي يعني اللي هو بيخاطب كل فئات يعني صح. كل فئات الشعب مظبوط. والغنى الشعبي اللي هو الموال. يعني اصل الغنى الشعبي الموال، الموال الموال. والموال بيبقى في يعني اي حد يسمعه بيمسه صح، اي حد من طوائف الشعب كلها يسمعه يمسه مظبوط. هو ده الغنى الشعبي. يعني انا لما كنت في الجامعه كنت بغني للاستاذ الفنان العظيم الله يرحمه الاستاذ محمد العزبي. يا خبر ابيض. آه. يا خبر ابيض على عزبي وجماله. فكنا بنخش مهرجانات الجامعه، وانا يمكن حصلت على مركز اول جامعات مصر بسبب العزبي. انا فاكر انا كنت بحضر زمان الله يرحمه ويحسن اليه الفنان العظيم العزبي، كنت بحضر له حفلات وكان بيسلطنا بشويه مواويل طبعا، وكان لما يلاقي الجمهور متجاوب كده وسميع الله يقعد عليه. يفتح على المواويل الله عليه طبعا. يا خبر ابيض، ما كناش نبقى حابين انه يغني مواويل بس. انا يعني كان ليا شرف ان انا مره كنت في حفله في شيبرد وقابلته وغنيت. يا حتى شيبرد، شوف وحشنا شيبرد نفسه، وحشنا الفندق نفسه قفل دلوقتي. وغنيت يعني قدامه. ومش عايز اقول لك قد ايه بيك. قد ايه كان فرحان ان في حد بيغني له وبيغني له حلو. هو يعني انا يعني اثنى عليا جدا في الشهاده العظيمه دي، شهاده عظيمه بجد، كان حاجه محترمه جدا. وهو ده الفن صح. الفن لما تلاقي حاجه كويسه لازم تديها حقها صح. انت متفق معايا؟ بس انا هطلعك بره الكلمتين دول عشان انا اتهاجم لوحدي. انا في رايي انه العزبي ورشدي هم القطبين بتوع الغنى طبعا الشعبي. طبعا صح طبعا. يعني طبعا مع كامل الاحترام للفنانه عدويه، بس عدويه خد الفن الشعبي في سكة مختلفة تانية، اللي هو نزلها لفكرة بقى المصطلحات اللي فيها حلية وقرقشندي وسبع سكاكين استكسكناهم ومش عارف ايه وحاجات من دي، فكانت هزار ولعب اكتر من الغنى الشعبي اللي بجد اللي كان في معظم اغاني ومواويل الشعبي العزبي ورشدي طبعا. صح؟ طبعا. فانا رأيي اهلي وزمالك الغنى الشعبي العزبي ورشدي طبعا، مش كده؟ اكيد اكيد. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي في الشعبي؟ انا اهلاوي. اهلاوي. طيب سمعنا اغنية للاهلي يلا. بتاع الفن الشعبي، ونتذكر ونترحم الفنان العظيم العزبي. خش على طول بهي.
ايوه بهيه وعيون باهيه كل الحكايه عيون باهيه باهيه وعيون باهيه كل الحكايه عيون باهيه يا باهيه الناس معادن الناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير طيبين وناس كتير مش ناس وناس لسانها تملي يجي في سيرة الناس وناس بتضحك في وشك ويزموا فيك للناس سلمها لله ولا تندم ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس لكل من باع الذهب معدن أصيل جواه ولكل من عرف الغرام دابت في قلبه الآه ولكل من صاحب طريقك يا تامر تلقى الأمان وياه لكل من باع الذهب معدن أصيل جواه ولكل من عرف الغرام دابت في قلبه الآه ولا كل من صاحب طريقك تلقى الأمان وياه ولا كل من قالك سامحني يبقى الضمير صحاه ولا كل من عذب قلوب هيعيش بقلبه حياه ولا كل من قال يا ليل الناس تقول الله ما تسأل مجرب يا صاحبي واسألني أنا وياه يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي
عجبي على غزالة واقفة قصاد زياد، لا بتشتري زيت يا عيني ولا بتفارق الزياد. قلت لها تتجوزيني يا حلوة، قالت هات فلوسك هات هات هات. قلت لها تتجوزيني يا حلوة، قالت هات فلوسك هات. ناولتها مية فوق الألف، قالت لي روح اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيه الذهب و7 فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة. ولسه بقول له هات، لا حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومات. قالوا عن بهية ظلموا البنية، قالوا عن بهية واللي في عينيها ملقاش مواد، ظلم الصبي ولا حبيب، وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله، هياخدني بعيد بعيد.
اللي جرب وانا 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 انا ما اعرف ما اعرفش انا. الله 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 الله. لا تستاهل جايزة، ممكن تستريح شوي. يا اخي برضه سبحان الله، شوف أغنية من الكلاسيكيات ومع ذلك يعني أنا حافظها، والشباب هنا كلهم في الاستوديو نغموا معاها، مع إن أنا متأكد إن في ناس اتولدوا هنا بعد ما الأغنية دي اتغنت بعشرين سنة. لا وعايز أقول لك السادة الأساتذة اللي موجودين في الاستوديو كلهم أعمار صغيرة. شباب يعني. شباب. لا إحنا قلنا في بداية الحلقة الفن الحلو ملوش سن. بيفرض نفسه. ملوش سن. طبعاً. والعملة الحلوة هتلاقي الناس تقبل عليها حتى لو ما حضرتهاش ما سمعتهاش لحد النهاردة. ده دلوقتي في بعض الفنانين من كتر ما بقى في مشكلة دلوقتي إن أنت تعمل حاجة حلوة بقوا يرجعوا الأغاني القديمة ويعملوها ريميكس. بالظبط بالظبط. أنت إيه رأيك في الحكاية دي مع فكرة إن أنت تعمل الأغاني القديمة بالأسلوب العصري والريتم العصري؟ والله أنا ما يعني ما فكرتش في ده، لأن يعني أنا شايف إن الناس دي العمالقة دي عملت كل حاجة في الغنوة. صح. فأنت بس خد بالك في حاجات اتغيرت يعني. طبعا كانت كلها أعمال فنية خالصة، بس ممكن أغنية مثلا كنت أم كلثوم تغنيها في 45 دقيقة، صعب دلوقتي تعمل أغنية 45 دقيقة. بالظبط. أنت بتقول كوبليه بس يعني. فأنا ممكن لو لقينا طريقة إن أنت تعمل تحديث للأغاني القديمة بشوية إيقاعات ووقت أسرع. طبعاً. والله لا، وبعدين الناس بتستوعبها جدا. صحيح. يعني مع بعض الإضافات من الفنان اللي بيغني يعني الناس بتستوعبها جدا، لأن أوريدي عندهم الاستعداد لده. صح. الاستعداد إنه يسمع حاجة حلوة. مظبوط. أنت من أنصار لما تيجي تغني للعمالقة عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم والعزبي وكذا، تغني الأغاني زي ما غنوها ولا تقول لك لا الفنان لازم يحط بصمته على الاغنيه؟ يعني هو المفروض ان انت ما تقلدش الصوت، يعني انت ما تقلدش الصوت. طبعا. يعني في ناس بتغني مثلا عبد الحليم فيحاولوا انه يقربوا الصوت وكده. أيه. لا انت بتغني الغنوه باحساسك انت، بشكلك انت، يعني هو ده المفروض وده المطلوب. عشان تبان شخصيتك انت في الاغنيه. بالظبط. انت بتبان شخصيتك. وطبعا انت ماشي مع النوته واللحن والتونالتي وكل حاجه. انت ما بتغيرش حاجه في اللحن، بس ممكن تعمل عربه، تعمل مش عارف ايه ده. انما اللحن طبعا يعني انا سمعت الفتره اللي فاتت دي حاجات اغاني من الناس العمالقه دي بتتعمل بشكل سيء جدا. فعلا فعلا بوظوها. يعني مثل صغير يعني انا مره سمعته يقول لك الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع حاجه كده. والله العظيم والله العظيم ده يستاهل، مش يبكي لي ده يستاهل الذبح. يعني بجد بقى ده لا يعني ده افساد يعني. ده بصراحه إفساد. صعب إفساد صعب جدا جدا. لا طبعا. لا انا قصدي يعني مش كل حاجه انك ترقص يعني. لا 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 طبعا لا. وهي اغنيه الجاني بعد يومين مش عايزه ترقيص اساسا، ده هي يعني واحده من شفت بقى الاعمال العظيمه بتاعت يعني سميره سعيد. وعلى شكلها ده يعني في حاجات اغاني. لا 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 دي مفسده. لأم كلثوم بتتعمل بشكل مسف يعني عيب يعني. لا يعني عندك حق. عندك حق. دي حاجه يعني تراث. مظبوط. تراث يعني المفروض ان الناس بتحترمها والناس بتسمعها لغايه دلوقتي. خش على اليوتيوب تلاقي ام كلثوم بس في اغنيه مش فاكر بتاعت ايه، كانت بتاعت طبعا السيده ام كلثوم، واتعمل لها ايقاع عصري والله مش وحشه يعني ما بوظتش الاغنيه. لا ما احنا تمام. احنا يعني اتعمل لها رتم كده، رتم اسرع شويه من الرتم القديم وسمعتها لا ما اتضايقتش. لا ما لانها محافظه على ملامح الاغنيه. بالظبط هو ده المطلوب. انما اقلب الحكايه. لا 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 مش كله هشك بشك. بالظبط. للاسف كله عايز يقلب هشك. طب خليني كده ألعب معاك لعبة حلوة كده نرجع الذكريات للجيل الحلو بتاعنا. هسألك كده عن كل فنان من العظام وتقول لي من وجهة نظرك أنت كفنان إيه أبرز ميزة فيه. هم كلهم طبعا عمالقة، بس قول لي فلان أو فلانة دي الميزة الأساسية اللي خلته في التوب. يعني مثلا عبد الوهاب، إيه أكتر حاجة تميز عبد الوهاب؟ لا انت بقى بتدخلنيش. لا ادخلك. لا ليه؟ انا هحكم. لا مش حكم. لا هي بحكم عليك في المطبخ الفني وعارف الفن وعارف الصوت وعارف الامكانيات،
فتقول لي عبد الوهاب احلى حاجه فيه مثلا انه تحديثه للفن. يعني انا في رايي عبد الوهاب طبعا هو موسيقار الاجيال، لان هو اللي نقل الفن نقله مصريه شرقيه، سبق جيله بكتير. سبق جيله طبعا. طب ما انت جبت الاجابه الصح. سبق جيله بكتير. عبد الحليم، عبد الحليم يعني ظاهره لن تتكرر. صحيح. انا في رايي الشخصي صحيح ان في ناس في الوقت بتاع عبد الحليم مع احتفاظي بالالقاب يعني طبعا. كانت كصوت كمقاييس صوت كانت اقوى من عبد الحليم. صح. كمقاييس صوت. صح. انا ما بتكلمش. عندك حق. كمقاييس صوت كانت اقوى من عبد الحليم. مظبوط. ولكن عبد الحليم كان بيمتاز بالاحساس العالي جدا وازاي يختار الاغنيه. ازاي هو احساسه الحقيقه كان الاحساس كان العالي جدا مدهش. بدليل ان الجيل الاجيال اللي هي ما شافتش عبد الحليم لغايه النهارده تسمع أغنية. اي غنوه لعبد الحليم تلاقي الناس حافظاها. صحيح صحيح. الذكاء في اختيار الكلام واللحن والاحساس العالي. مظبوط طبعا. ده مزبوط. حاجه صح. صح. ورده ايه ابرز ما يميزها؟ ورده. انا اصلا من عشاق ورده. ورده ورده ايه مالك يعني؟ اصل ورده دي برضو تاريخ كبير قوي. اه طبعا ورده. وغنى غنى بمعنى كلمه غنى. صح. انا اللي من السيدات يعني مع كل الاحترام ليهم كلهم، بس ورده اللي كانت تسلطني. طبعا تسلطني ورده. يعني فايزه احمد طبعا صوت رائع، بس فايزه تحس ان اغانيها شويه جامده. اه حلوه وصوت طبعا جبار. طبعا. فايزه احمد ما فيش هزار. وشاديه دلوعه واغانيها خفيفه ورقيقه وحلوه. طبعا. الله يرحمها طبعا ويرحمهم جميعا. بس فايزه بس ورده لازم تاخدك في سكه كده تسلطنك. ورده بليغ. سلطنة. اه بليغ طبعا. بليغ يعني بليغ بصراحه عمل روائع. اه مظبوط. انا بعتبره عبقري الموسيقى طبعا والتلحين. طبعا طبعا. بليغ حمدي ما اعتقدش ان له اغنيه وحشه. ما اعتقدش خالص. يعني انا تقعد تدور معظم الناس تلاقيهم حاجه واقعه، حاجه ما مشيتش. انت جت جه وقت من الاوقات كان كل ملحنين مصر بتحاول تقلد بليغ. اه مظبوط مظبوط. واي حد نجح في الحته دي اغانيه نجحت. صحيح صحيح. يعني بيعمل التيمه اللي هي تدخل الودن من غير استئذان. صح. فتلاقي مزبوط. اي حد يغنيها واي حد صح. قول لي طب بتحب مين من اصوات جيلك؟ يعني هم بصراحه الجيل اللي انا بنتمي ليه انا شايف ان هو جيل يعني ما بستثنيش حد يعني هو جيل ناجح جدا وكلهم يعني بالنسبة لي حاجة أنا بستمتع لما بسمعهم كلهم يعني بدون ذكر أسماء يعني. طب إيه بقى؟ طب مش عارف أزنقه. طيب إيه الأغنية اللي غناها حد من أبناء جيلك وكان نفسك أنت تغنيها أو قلت الأغنية دي حلوة قوي وكلمت وهنيته عليها وقلت يا ابن الذين أنا كان نفسي أنا اللي أغنيها؟ هو الحب الحقيقي. اه طبعا النجم محمد فؤاد. محمد فؤاد يعني مصطفى كامل حبيبي وصديقي العزيز يعني احنا كنا في فتره من الفترات كنا هو مصطفى كامل ده انا والله هو طبعا صديق عزيز وشاعر ومؤلف جميل بس انا في رايي والله يعني ما استثمر خلينا اقول الكلام اللطيف ما استثمرش موهبته فكره الغنى والتمثيل شويه خدته بس انا في رايي كان من هيبقى من اهم المؤلفين طبعا في الاغنيه العربيه. انا عايز اقول لحضرتك ان مصطفى كامل من اكتر الشعراء اللي عمل نجاحات. صح. على مستوى لو كان كمل وما خدتش بقى نداها في التمثيل والغنى شويه. هو طبعا عمل اغاني حلوه كده خفيفه ولطيفه بس هو موهبته اللي ربنا حبها له كبيره طبعاً. في التاليف طبعاً. في التاليف اه وهو سبب شهره كتير من نجوم الوطن العربي بسبب الاغاني الحلوه اللي كتبها لهم. هو عمل نجاحات يعني لا تحصى ولا تعد. صحيح صراحة. صحيح صحيح. فانت الحب الحقيقي كان فالحب الحقيقي انا كان نفسك تغنيه. مش كان نفسي ده هو بالفعل الدهاني مصطفى. وانا كنت قفلت. اوعى تقول لي ما عجبتنيش. لا مش ايه امال ايه. جيت اقول له مصطفى لو نعرف نعمل نغير مش عارف ايه قال لي بقول لك ايه لا مصطفى في الحاجات دي ايه انت هتقول لك ايه عنده عرق تركي ما بيهزرش خليها هتروح لصاحب نصيبها وهتروح لصاحب نصيبها يعني انت اللي ضيعتها من ايدك انا اللي ضيعتها كنت صراحة. قفلت الالبوم صح؟ بس عايز اقول لك ان محمد فؤاد ابدع فيها طبعا صراحه طبعا
سبحان الله هي رزقه. ايوه بالظبط. ويمكن لو كنت غنيتها انت ما كنتش خدت الرزق ده، انت خدت رزقك في حته ثانيه. بالظبط. لا بس اغنيه كانت عظيمه. عظيمه طبعا. انت ايهاب توفيق جيلك ولا بعديك؟ يعني تقريبا، يعني ممكن يكون بعديها بشويه، ممكن يكون يعني بس نفس ايهاب اصله. ايهاب انا بقول دايما انه عنده حته كده ان هو حدث شويه الايقاع عنكو. يعني ايهاب راح بسرعه للجيل اللي بعده في الصغيرين والشباب، وسرع الايقاع شويه، فعمل نقله بيكم بالجيل كلها في الحته دي. طبعا مظبوط. ايهاب كمان ما شاء الله صوت، ايهاب صوت حلو قوي ومختلف يعني. ومختلف طبعا. البحه اللي في صوت اما تسمع يعني، هو اللي كان بيميز الجيل ده، ما تيجي تعمل كده تقول ده فلان. فورا ده فورا. يعني في فتره من الفترات يعني اللي هي بعد كده، بعد جيلنا يعني. لا كله شبه بعض، تتلخبط تقول ده مين. لا في بقى، لا جيلكو كنت تسمع حلمي مش تسمع حلمي، تسمع الاغنيه فتقول ده حلمي، تسمع دي ايهاب، ده مصطفى قمر، ده فلان الفرقات. كل واحد كان ليه حاجه كده بتميزه يعني. مظبوط. مظبوط. يلا اتفضل عشان انت قعدت كتير. فعايزين بقى نختم باغنيه عشان عشان خاطري. اسكت ابعد ارجع انسى الماضي اللي راح، ظالم وخان وبايع وراجع تقول السماح. اسكت ابعد ارجع انسى الماضي اللي راح، صالم وخان وبايع وراجع تقول السماح. هفتكر لك ايه اسامحك عليه، هفتكر لك ايه اسامحك عليه، لما قلبك راح وخني، ولا لما عنيك بعوني، ولا يوم ما بعدت عني والدموع سكنة في عيوني، لما كنت في حضن قلبي وانت قلبك ويا غيري، ولا يوم ما كسرت حبي، ولا يوم ما نكرت خيري. انت عارف وانت جنبي كم سنة ضاعت من عمري. اسكت عشان خاطري. قلبي وحبي وشوقي وحضني انساهم خلاص، تظلم وتجرح وتقلب وفاكر حسامحك خلاص. قلبي وحبي وشوقي وحضني انساهم خلاص، تظلم وتجرح وتقلب وفاكر حسامحك خلاص. انت عايز ايه؟ انت راجع ليه؟ انت عايز ايه؟ انت راجع ليه؟ جاي تجرح قلبي تاني ولا تملى حياتي نار؟ افضل ارسم في الاماني وانت تزرع في المرار، يبقى حبك كل همي وافضل اوفي بدون حساب، تبقى عايش جوا دمي وابقى عايش في العذاب، ولا اقولك مش هعاتبك انتهى وقت العتاب. لو اخر واحد في الدنيا مش ممكن هشتقلك ثانية، لو اخر واحد في الدنيا مش ممكن هشتقلك ثانية. انا مش عايزك مش محتاجلك، مش هرجع لك حتى لو انت حياتي وروحي وعمري في ايدك. ابعد عشان خاطري. الله 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 الله. خليني بس الاول اسلم على الاساتذه زي ما انتوا قاعدين. شرفتوا ونورتوا، شرفتوا ونورتوا.
شرفتوا ونورتوا احسنتم وتسلم ايديكم زي ما انت مرتاح. خليك شرفتوا ونورتوا ومش عارف اقول لك ايه الحقيقه. على ذوقك ميرسي جدا. انت شرفتني ونورتني واسعدتنا ويعني هزعل منك جدا لو غبت تاني عننا وعن المشاهدين. نورت ايامي رجعت احلامي نورت ايامي رجعت احلامي غيرت لون وطعم وشكل الحياة. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 جمع عينك في عيني حبيبي الله جمع بينك وبيني حبيبي الله جمع عينك في عيني حبيبي الله جمع بينك وبيني حبيبي نورت أيامي رجعت أحلامي غيرت لون وطعم وشكل الحياة. يلا يلا الله 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 يا الله 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 جمعنا سوا قمر الهوى يجري في عروقنا ودمنا شوف كنا فين وبقينا فين انت وانا. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 بابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي Thank you.
والأسحار ساجية أدعو همس دعائي أدعو همس دعائي بالدموع نادي بنور وجهك إني عائذ واجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. تانيا إسيس وأسامة الخولي منورين آخر النهار. يعني من كل الله اللي بتعملوه فينا. كل ما بسمع الدويتو الجميل ده بجد الواحد بيحبس دموعه عن النزول بصعوبة. أنا كنت بجد من المستمتعين جدا. وأنا كلمت حضراتكم تاني يوم الأوبريت اللي عملوه في ليلة عيد الميلاد يوم 6 يناير كلمت حضراتكم في البرنامج هنا على أنه الاحتفالية كلها كانت رائعة وافتتاح الكنيسة وافتتاح الجامع بالإضافة للفرحة والحالة الجميلة من التناغم الإسلامي المسيحي. بس قلت لكم أنه أكتر حاجة توقفت عندها اللقطة الرائعة بتاعت أغنية مريم مع أغنية مولاي. أولا القائمين عليها بشكرهم جدا لأن أكيد مش تانية وأسامة بس اللي عملوها. صناع عملوها بإبداع وروعة جميلة وبشكرهم على اختيار الصوتين دول لأنه الحقيقة تانية اكتشاف بالنسبة لي. هي طبعا يعني نجمة كبيرة في لبنان لكن أنا اللي مقصر علشان ما استضفتهاش قبل كده. بس بجد اكتشاف رائع. لبنان مش كلها مناظر بس، لا مناظر وحركات كمان في الصوت. بسم الله ما شاء الله. شكرا. صوت واكتشاف أسعدنا جدا. بالإضافة بقى لسعادتي الشيفونية شوية بقى عشان مصري وأسامة بصوت جميل وثبات على المسرح وأداء وصوت فيه خشوع كمان في أداء أغنية من المقدسات التراثية اللي عندنا في الفن الإسلامي العربي أغنية مولاي طبعا. فأنا بشكركم وبحييكم ونورتوا مصر ومنورين آخر النهار. أستاذ تامر أنا إذا بتسمح لي عن جد من القلب بدي أشكرك من كل قلبي لأنه وقتها فتحت التلفزيون تاني نهار وسمعت الكلام يلي قلته حضرتك ما في إلا كل الفرحة يلي عطيتنا إياها هالكلمات الحلوة اللي قلتها. بفتكر بركي ما حب حدا بحياته حكي عني بهالطريقة فكتير كتير تأثرت ولبنان كله بيشكرك لأنه الفيديو راحت فايرل بلبنان قد ما انبسطوا أنه المصريين حبوا اللي قدمناه. فأنا بشكرك من كل قلبي. أنا اللي بشكرك وكل مجهود حلو وكل موهبة حقيقية تستحق الإشادة والثناء. فأنا ما قلتش غير أقل مما تستحقي بجد. شكرا جزيلا. خدوا نفسكم هنروح لفاصل ونرجع ندردش شويه ونغني كتير. يلا بعد الفاصل. انا وحياتك مشغول وقلبي باله عليك مغرومي او مهمومي ومش فهمان عليك بقلك شو بحبك او بنطر تعرف ليش هالشب اللي ضحكت له وقلبه تغير هيك شو مخبي
لك حبيبي شو مخبى ليه من حب غرام طوع هالشمس هالشمس ويطل نهار شو مخبى ليه من حب غرام طوع هالشمس هالشمس ويطل نهار إلك بس اوعى إنك حبيبي فاصل. شفنا اتنين فيديو كليبس, واحد لتانية وتانية الحقيقة مختلفة, ولازم نعترف انه هي ماسكة خط معين ونوع من الغنى المختلف عن اللي بيجينا معظم طول الوقت من المطربين اللبنانيين. مرة تانية برحب بيك يا تانية ومشرفانا ومنورانا. شرف إلي. ومرة تالتة ورابعة كنتي متألقة في الحفلة. شكراً. بجد وكنتي علامة بارزة انت واسامة في الحفلة, يعني الناس كلها خرجت مبهورة بالحفلة بس خرجت فاكرين تانية واسامة, وده طبعا لعبقرية الاداء اللي انتوا اديتوه. للجمهور المصري والعربي اللي بيتفرج علينا, قولنا كده تانية مين تانية وابتدت غنى امتى ورحلتها عاملة ازاي؟ انا بلشت غني من شي 10 سنين تقريبا, يعني شوي اكتر بس بعتبر حالي يعني بطريقة عن جد جدية من 10 سنين. أنا درست الأوبرا, غنى الأوبرا بباريس بالكونسرفاتوار, وعشت 7 سنين بالغربة بفرنسا ورجعت على لبنان, وبال2010 بلشت إذا بدك عن جد مسيرتي الفنية. بال2009 قريت خبر رائع إنه لبنان عين, كان وقتها دولة الرئيس سعد الحريري كان رئيس الوزراء, وعينوا عيد وطني إسلامي مسيحي ب 25 أدار يلي هو بيساقب عيد البشارة. ومثل ما منعرف بالقرآن الكريم بيذكروا لما الملك جبرائيل خبر سيدتنا مريم أنها حتحبل بنبي عيسى يلي هو كمان يسوع للمسيحية, وحب لقيت هالشهادة الشهر كتير حلوة أنه مريم شخص انا كثير يعني كثير بحس حالي قريبه منه, ويلي بفتكر اللي عنده مريم بحياته بيكون كثير سعيد. فحسيت انه قد ايه حلو نقدر نقرب الاديان ونعمل صلاه مشتركه. صحيح. وبتجمعنا مريم واكيد الله طبعا, وخصوصا كمان ستنا مريم يعني مذكوره في القران, و صحيح يعني كل مريم. المسلمين بيقدسوها ويقدروها جدا. صحيح. فبلشت اذا بدك رسالتي بلا ما انا عن جد كون واعيه على اهميه هالرساله, لانه انا عشت ببيروت, وانت بتعرف بيروت مدينه بتجمع الكل. صحيح. وكان كثير من الطبيعي نعيش انه احنا بنعيش سوا اسلام ومسيحيه, ولا حدا انا حتى لحد هلا
أصحابي أوقات بيضحكوا علي بس أنا ما بقدر أعرف حدا شو دينه من عائلته، عادة تعرف من اسم العائلة شو الدين. أوكي. هيدا شيء أنا ما بعرفه، بس أنت تحديدا معروفة، أعرف أنت تحديدا ما ينفعش حد يتلخبط فيك يعني. تانية إسيس تفتكري دينتها إيه؟ بس أنا لولا مرة كان هيدا الشيء بدي أعرفه أو بيهمني أعرفه، بالعكس بحب الشخص لهو شو هو، وربينا هيك بالعائلة. صحيح صحيح. فسعدت كثير وقت قدرت أعمل هالتلاقي، مشيت بالخط لحاله، وهيدا الشغلة إذا بدك مثل حملتني مسؤولية بطريق. صحيح. ما وحسيت المسؤولية اللي إجت لأنه حسيت قديش أنا كفنانة في أنشر رسائل، قديش في وصل يعني القصة بالنسبة لك مش احتراف لمجال الفن بقدر ما في رسالة كمان لازم توصل. أكيد فيها رسالة. ممتاز. أكيد. ممتاز. وأنا كتير سعيدة وفخورة أنه قدرت أقدم هيدا العمل بمصر، أول بلد عربي من بعد لبنان بيقدم هيك شيء هالقد بهالأهمية وهالرسالة، وأنا بعرف قد المصريين بحبوا هيدا الشيء وهن قراب من هيدا الشيء، وبين من ردود الفعل على السوشيال ميديا وغيرها. فأنا كتير سعيدة أن يكون هون، وخاصة مع هالصوت الرائع. شفتي يعني شفتي عندنا حاجات حلوة في مصر إزاي؟ هيدا بعرفه، لأن احنا نحن مصر هي دايما رفرنس تاف اللبنانية لإلنا، يعني مصر عطت أحلى أهم فنانين، فشرف لإلنا أنه نكون هون نكون عم نقدم، وأكيد نتشارك مع فنانين. لا أسامة صوت مصري الحقيقة. أنا لما تابعت مسيرته وتابعت أخبار بدايته ونشأته، عارفة عندنا من المصري كده بتقلك متربي على الغالي، يعني صوت متوتك وتربى واحدة واحدة ونضج. وطبعا الكليب اللي احنا زعناه بعد كليب تانية، ده كان فيلم جحيم في الهند بتاع الفنان محمد عادل إمام، والأغنية الكليب بتاع الفيلم كانت متغنية بصوت أسامة. سيبك بقى من الهند شوية وخلينا في الكليب برضو للسادة المشاهدين، سي في سريع عن أسامة ونشأته وإزاي جاء التحضير للدويتو بتاع مولاي في الحفلة. بدأت من وأنا صغير، يمكن والسبب الرئيسي والفضل كله يرجع لوالدي ربنا يديله الصحة. كان بيحب الغناء الديني بالإنشاد والمدح، وطبعا هو كان صوته في القرآن ربنا يديله الصحة حلو. هو منشد؟ لا هو مش منشد خالص. هو شخص طبيعي جدا، بس هو في قراءة القرآن صوته جميل، وكان مهتم جدا يحب طبعا الشيخ ياسين التهامي واللي زيه. فانا حكايه الغنى بدات من هنا. بعد كده بقى في المدرسه، وفي بعد كده احتراف الموضوع بقى، ودخول استوديو ودخول غنى في الحفلات. بدا يتطور شويه بشويه، وبعد كده بقى اتعاملت بقى مع بعض كبار اساتذتنا طبعا في الموسيقى، استاذ عمار شريع الله يرحمه، استاذ ياسر عبد الرحمن، مدرسه كبيره، المايسترو امير عم مجيد، وطبعا في مجال الموسيقى التصويريه كتير بقى، استاذ عمرو اسماعيل، استاذ تامر. لكن انت مش متخصص اناشيد وابتهالات؟ لا انا مش منشد، لان المنشد دي تقيله قوي عليا. يعني المنشد ده لازم يكون عنده عارف ذكر كتير وعارف مدح كتير، وده بيحتاج خبره سنين طبعا طويله طبعا، ومحتاج حفظ كتير. انت بتميل اليه، لكن بصفه عامه بتميل اليه وممكن اديه، لكن مش متخصص انشاد، لان هو الناس دلوقتي ممكن يعني يجي لها حيره من منشد وهوبا اللالا اللي احنا شفناه في الهند. فقال لك ساقع وسخن مع بعض كده يعمل مشكله. لا في حاجات بتجيلك غصب عنك بتاديها بالشكل اللي لازم. انا قصدي ان انت مطرب بتغني كل انواع الفن اللي بيتاح قدامك، وبتختار ما يناسب صوتك. مزبوط. وما يناسب شخصيتك. مظبوط. جات ازاي الدويتو بينك وبين مريم في الاوبريت؟ كانت فكره المخرج الكبير سعدي. صح. وكان الترشيح من شكر كتير، وعايزين نوجه له شكر عن جد، لانه كانت فكرته وهو جمعنا. صحيح. مع بعض. على فكره سعدي يمكن ناس كتير ما تعرفوش، لانه من الجنود المجهولين دايما في صناعه الاعلام والحفلات وصناعه الاعلانات كمان، بس سعدي فنان قبل ما يكون مخرج ولا يكون صاحب وكاله اعلانات او كذا. هو فنان وعنده الحس الفني عالي جدا، فبيعرف يدور على الجواهر ويظهرها كويس جدا هو. وكان رشحني طبعا، كان ترشيح حكايه من خلال المايسترو موسيقار الكبير هشام نزيه. طبعا. وسعدي. فكانت الحكايه جت بالشكل دوت، وبعد كده اتحطيت في وش المدفع. انت ايه رايك ان هنغني مولاي اني ببابك؟ يا
نهار ابيض. وعلى فكره دي اغنيه صعبه جدا يعني جدا مستساغه على الاذن وجميله، بس طبعا اللي عالمين ببواطن الامور في الموسيقى يعرفوا انها اغنيه تقيله وصعبه وتطريبيه الى ابعد الحدود. واللي كان صعب كمان انه ندمج نوعين موسيقيين كتير. هون بدي اوجه تحيه وشكر كتير كبير لجوني فينيانوس يلي هو كمان من لبنان، وانا بتعامل معه دائما متعاون على كتير اشي، عمل توزيع رائع لانه ما كانت هينه ابدا انه نقدر نجمعه. عايز اقول لك ان احنا حسينا واحنا بنسمع انها اغنيه واحده، يعني هو صح. توزيع موسيقي واحد صح. وكانه اللحن موجود للاغنيتين مع بعض، بس ده طبعا في منتهى الصعوبه ان انت تعمل ميكس وتغزل الموسيقيين الموسيقيتين مع بعض بالعبقريه دي لدرجه ان انت تحس انها اغنيه واحده. اه بس ده خد مجهود كبير قوي طبعا. ولازم نذكر بالشكر سعدي، ولازم نذكر جوني، جوني فينانوس الموسيقار بجد اللي تعب جدا، واشكر طبعا مهندس صوت خالد سند، وطبعا الكتيبه اللي كانت ورا الحكايه دي عشان تطلع بالشكل ده، كتيبه الانتاج عادل عبد الله وعبد الله عاصم ونشأة ودانا وكريم وكل الشباب اللي كانوا واقفين ورا الحكايه ديت عشان بس يا دوبك الكام دقيقه دول يطلعوا شكلهم حلو. صحيح صحيح، تيم ورك حقيقي يعني عن جد كل واحد عطى من قلبه. انا مقتنع ان اي نجاح عمره ما بيكون فردي، لازم يكون نتاج حب للناس وهي بتشتغل، وابداع لمواهب حقيقيه كل واحد في مجاله وتخصصه. وعايز ابروز حاجه مهمه جدا. اتفضل بروز. تانيا وجوني كانوا في منتهى الجمال والانسانيه والتعاون في اثناء تحضير تنفيذ العمل وتحضيره، بجد مساعدين جدا وكانوا واقفين على الحكايه، وتانيا كانت مصره انها تكون لا انا هكون جنبك في كل عايز تحضر ايه عايز نعمل ايه، لحد ما في الاخر خالص طلعت الحكايه بالشكل ده. عايز اقول لك ان دي لازم تبقى سمات الفنان الحقيقي، يعني لو هي تانية فنانه بجد لازم تعمل كده، لانه الفنان هو اللي عارف قيمه الاخلاص والاجتهاد والمساعده وقيمه العمل الجماعي علشان يبقى النجاح، لان عمر ما في نجاح لوحدها ولا نجاح لوحدك. صحيح. نجاح بيحسب لنا كلنا لو اخلصنا ليه. صحيح. والموسيقى بتعلمنا انه نحن نتعاون دائما يعني. صحيح. وعمل موسيقى ناجح ووقتا نكون عم نقدر نتعاون، وبالعكس نحن كنا كتير سعيدين، بحكي كمان على سان جوني لانه اثنيناتنا كنا كتير سعيدين نتعاون معك ومع كل الفريق. طيب انا الناس دلوقتي والمشاهدين هيضربوني لاني انا كده اتكلمت كتير وقالوا لي حرمنا من الاصوات الحلوه. بس انت بتحكي كلام حلو ما بتصور يا نهار ابيض. انا ممكن اروح بعد الكلمتين دول. بس من ذوقك واصلك الطيب. صح. طيب نبدا باسامه عشان احنا سمعنا الكليب بتاع تانيا. ليدز فيرست. لا ماشي، انا عندي انا انت جاي تقلبها عليا. ايه اللي ليدز فيرست؟ خلاص احنا سمعنا كليب كامل لتانيا، فعايزين نسمع حاجه من الاغنيات اللي فيها خامه صوتك، كمان المشاهدين يحبوا يسمعوا الفرايتي التنوع كله يعني. Tira ra ra ra, tira ra 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 ra, tira ra, tira ra 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 ra, tira ra 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 ra. Ya msafir wahda. يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني، ودعني من غير ما تسلم، وكفايه قلبي انا مسلم، ودعني من غير ما تسلم، وكفايه قلبي انا دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم، دي عينيا دموعها دموعها بتتكلم، يا مسافر وحدك وفايتني
تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني. الله 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 الله. طب وانت هتسكتي على الكلام ده؟ ينفع كده؟ عايزين نرد. هي القصه خلاص، انا الحوار خلص، بعد كده مباراه فنيه نسمع فيها الحنجرتين الجميلتين دول بالاغاني الحلوه. شكرا. سمعينا ايه؟ اغنيه من عندكم. من عندنا احنا. طب يلا تمام. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي، قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي. انا قلبي، قلبي دالي ايه ايه لي. بس الصدمه بس بتاخد وقت بعدين. بسم الله ما شاء الله. حاجه حلوه قوي، حاجه حلوه صح؟ جدا جدا. ليه ما تقول جدا؟ حلوه جدا، حلوه جدا. بسم الله ما شاء الله. لا وكمان ايه الصوت والكمانجه دخلت والطبله. أيوة. دخلت يعني اللي انت وصفتها بيها دي حقيقيه جدا بجد. بسم الله ما شاء الله. صوت كمانجه ما شاء الله. يعني بتفوت على القلب. لا بجد حاجة تصدم. عارفين لها ما بعد الإعجاب بنخش بقى في مرحلة الصدمة اللي هو لا ممتعة، حاجة ممتعة لدرجة انه في الكنترول كمان بيقولوا لي انت ليه سكتت، كان عايزة تكملي حاجة. طب احنا ممكن ناخد الحتة التانية فيها بس أسامة يرد ب بدك ترد؟ ما اقدرش ارد. لا لا بالعكس، لا بالعكس. انت كمان يا مسافر وحدك على فكرة، انت برضو بتصعبها على نفسك. احنا بنجيب حاجات تقايل. بس انا لا لا يا مسافر وحدك الأستاذ عبد الوهاب طبعا. انا رأيي المتواضع يعني المزيكا كلها في كوم، ومحمد عبد الوهاب في كوم لوحده. محمد عبد الوهاب مش بس مطرب، مش بس موسيقار، مش بس ملحن، يعني هو في النهايه هو مدرسه موسيقيه في حالها. وبعدين نتكلم عن بقيه المزيكا في العالم العربي بسببه، وهو اللي نقل مش مهم بقى، انا مش حافتي كتير يعني. المهم ركز انت بس وقول هتشوف لنا ايه. ممكن نقول لا ولا بلدي. الله بتاعت محمد الحلو. محمد الحلو دول عمالقه بقى اللي هم. لا لا ده بعشقهم. ولا بلدي دي امير عبد المجيد وامين عاكف و... بس انا مش عارف انت ليه بتخبط في الحيطه كده، بتنقي واحمد فؤاد دي يعني حاجات اللي هي تقيله وتبين الصوت. بس طبعا لا هي اغاني بجد، صوتك يسمح يعني. هي اغاني بجد يعني. يلا انا هقول بس الدخول بتاعه و... الدخول الخروج اعمل اللي انت عاوزه. الاولى بلدي بسلطن جو موالي، وده الموصوف دوى العيال. والتانية بلدي بقول الكلمة في العالي، وعالمكشوف وفي المليان. والتالتة بلدي يا كنزي وعزوتي ومالي. والتالتة كنزي وعزوتي ومالي. ومالو الشوف اوانك ان تحدي الحد يا بلدي،
يا بلدي ما بين الحق والبهتان، ورايتك تعالى يا بلدي يا بلدي دليل عن صحة البنيان، دليل عن صحة البنيان. أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبيلي، أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبيلي. عظيمة يا مصر، الله يخليك بجد عظيمة يا مصر، لما فيها أصوات حلوة كده تاح يا مصر. لا لا لا، حاجة أبدعة. هنا بقى تحسي انه مش الكمانجه بقى اللي في صوتك، هنا تحسي ان في مثلا ايه القانون، عارفه اللي هو الدندري مندري مندري اللي هي ورا بال... لا اسامه صوت قلت لكم متربي على الغالي ومتأصل حلو وشطاره منه الحقيقه، وتحدي منه انه بيختار اغاني تقيله، كان ممكن يغني اغاني اللي هي الشبابيه الريتميك الايقاعيه اللي ممكن اي صوت يعدي فيها، لكن هو بيغني الاغاني اللي بتبين الخامه والحنجره. مش انتوا بتقولوا حنجره؟ حنجره صح؟ في لبنان ما بيقولكش حنجره زي ما بيقولك حنجره. حنجره حنجره صحيح. هنسمع ايه منك يا تانيا؟ هلا هو غنى بلدي، انا في غني وطني بس انا بكون عم غني للبنان، معلش ما انت عارف انا شهادتي مجروحه ناحيه لبنان، فانا في حب لبنان ممكن اسمع كل حاجه. غنيت وطني من كتب لي اياها ولحنها الفنان الشامل مروان خوري اللي بحبه كتير واللي كتب اغاني كتير اكيد طبعًا انت بتعرفون طبعا. وهالغنيه انا كتير بتحكي قصتي، يعني انا اللي عشت برات لبنان وعشت الغربه بتعلق اكثر بالوطن، وبساعتها عن جد بتبرم الوطن. انت اكيد كمان كمصري وين ما تسافر بتحس انه ما في احلى من بلدك، ما في احلى من وطنك للوطن. صح. فعبر فيها كتير من الاحساس اللي بنحسه نحن. هي انت غنيها وكل واحد ياخدها على وطنه، اتفقنا؟ صح، بس في كلمه لبنان شو بدنا نعمل؟ لا لا على فكره لبنان وطن ليا ده بجد، انا لبنان بقى طبعا لبنان بحس ان انا بنتمي اليها روحا وعشقا وجمال الشعب اللبناني وثقافته وحضارته وذوقه وهضمته، فيعني انا طبعا بعتز وبنتمي وبشرف بمصريتي، بس كمان بحس ان لبنان وطن ليا كمان. شكرا شكرا. اتفضلي. لانه الوطن منه شوارع عشقت عالم وهموم تحصرنا، الوطن هو نحن هو ماضي هويتنا ومستقبلنا هو قدرنا، لأنه الوطن منه منافع شو بيطلع لي منه وبيبقى لي، الوطن هو ايدي العم تبني وتعمر واقع بشرف عشته بخيالي. وطني حبيبي لأنك بقلبي وين ما بسافر بتصير المكان، بيغلبني الحنين وبرغم اللي صاير بقلن أحلى وطن بهدني لبنان. وطني حبيبي لأنك بقلبي وين ما بسافر بتصير المكان، بيغلبني الحنين وبرغم اللي صاير بقلن أحلى وطن بهدني لبنان. الله 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 الله، شوقتينا لبنان. إن شاء الله نتشرف كل شاء الله طبعاً. يا نهار أبيض، حياتنا طبعاً نتشرف نتشرف. تحس شوية إن في حتة ماجدة الرومي في صوتها صح؟ خليط حلو قوي من ماجدة، شاربة كتير من ماجدة ومن من ستنا فيروز طبعا. ست فيروز لا بس بحس ب ايه قوليلي صح؟
أنا كتير أنا كتير بحبها وكتير يعني من الفنانين كتير بحبهم. وست مجدة كانت لقيت شو بقولوا ريفرنس يعني كنت كتير اسم أو أنا يعني شرف لقلي أنك لا لا ده حقيقي طبعا يعني مجدة طبعا مجدة الرومي طبعا خارج المنافسة وخارج المقارنة واحدة من علامات الغنى في العالم العربي. بس بحس إن في كتير من المساحة بتاعت صوتها من يمكن الإحساس من الأحبال شوية الصوتية رايحة في السكة دي ودي حاجة حلوة جدا جدا تشرف أي إنسان إنه يتقارب بمجدة الرومي. أكيد شرف كبير طبعا طبعا. أسامة قول لي أنت يعني طموحك رايح فين؟ يعني أنفذ حاجات تكون أحبها والناس تصدقها. تحبها؟ والناس تصدقها. والناس تصدقها وده مهم في الفن أو جدا التصديق. أنا في الحفلة ما كانش يهمني مقدار الشهرة اللي ممكن نحوزها قد ما يهمني جدا الناس تصدقنا وخلاص. ده أهم حاجة نتصدق وبعد كده كله ويمكن الصدق اللي كان جواك وانتوا بتقدموا الاوبرات هو ده اللي وصل للناس لانه اللي بيخرج من القلب لازم بيوصل الحمد لله على القلب الحمد لله. طيب انا وقتي خلص وتشرفت بيكم جدا واستمتعت بيكم جدا ونفسي الليله دي لا تنتهي لانه بجد سيبكم ان انا مذيع دلوقتي وبشتغل على الهواء انا مستمع ومنسجم ومستمتع ومستطرب ونفسي الصوتين دول لا ينقطعوا عن اذنيا. فانا بطالبكم ان انتوا اوعوا توقفوا ابداع وفن وطول الوقت تمتعونا وطول الوقت تسعدونا في لبنان وفي مصر وكل الوطن العربي يستمتع بالحنجرتين الحلوين دول. شرفت بحضرتك وتشرف طبعا اللي بغني تاني مع تانية. شرف لي عن جد استمتعنا بيكم جدا وشكرا عن جد من القلب على كل شيء قلته قبل بمره وهالمره عن جد تسلمي. هنغني مع بعض كلنا اسمحوا بقى تريو مش دويتو تريو يا لا لانه سمعتك عم بتغني لا لا ده انا فظيع ده انا مخبي بس لسه بعد ما اعتزل الاعلام حرفسكم في الغنى نغني دويتو نغني حلوه يا بلدي ماشي وتبقى كل واحد بيغني لايه هلا لبلده ايه صح صح صح, صح. تمشي هلا مش محضرينه بس هنجرب مع بعض هيك من ايه وتغنيها معنا طبعا ايه ربنا يكفيك شر الحنجره دي لما تغني اتفضل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول هلا دورك كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أمي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول